ونبدأ مع الشأن المحلي، حيث أكد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد أن البنوك البحرينية حققت أرباحا في جميع الظروف حتى في أوج الأزمة المالية العالمية، وذلك بفضل تنوع قاعدة أعمالها ومحافظها الاستثمارية. وقد أكد خالد حمد في تصريحات صحفية أن المصرف المركزي يدعم حركة الاندماجات بين البنوك سواء الخليجية أو البحرينية، مباركا اتجاه عدة بنوك خليجية للاندماج مؤخرا. وأوضح حمد أن دعم المصرف المركزي للاندماجات بين البنوك والمصارف نابع من إيمانه بأن المؤسسات المالية لابد أن تكون مؤسسات قوية بقاعدة صلبة لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والعالمية ومقدرتها على استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات. أعلن بنك إنفستكورب عن الاستحواذ على أكبر محفظة مستودعات صناعية في الولايات المتحدة في تاريخ المؤسسة بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 4.5 مليون قدم مربعة، وتشمل المحفظة 56 عقارا ضمن 7 أسواق رئيسية مقابل نحو 300 مليون دولار. ويوفر هذا الاستثمار لإنفستكورب محفظة مؤجرة بنسبة إشغال تبلغ 90% تغطي قطاعات التجارة الإلكترونية والتصنيع والتصميم وتجارة الجملة والخدمات الغذائية. وقد تم الاستحواذ على المحفظة من خلال صفقة شراء مفردة. ومنذ عام 1996 استحوذ إنفستكورب على أكثر من 550 عقارا بقيمة إجمالية تزيد عن 14 مليار دولار. والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقة البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، حيث كانت بورصة البحرين مغلقة اليوم بمناسبة عطلة ذكرى عاشوراء. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد شهدت معظمها ارتفاعا في نهاية التداولات الأسبوعية. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة تزيد عن 14 نقطة مئوية مغلقة عند مستوى 7765 نقطة، مدعوما من ارتفاع مؤشر قطاعي الطاقة والمواد الأساسية. نتحول مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت التي أغلقت بارتفاع بنسبة 0.77% مقفلا عند مستوى 5362 نقطة، وذلك بدعم من قوة التداول على أسهم قطاع التكنولوجيا. ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي كان المنخفض وحيد في تداولات اليوم بنسبة بسيطة بنسبة 0.01% مقفلا عند مستوى 4883 نقطة بتأثير من تراجع أسهم قطاع الصناعة. سوق دبي المالية أقفل على ارتفاع بنسبة 0.86% مقفلا عند مستوى 2764 نقطة، مدعوما بشكل رئيسي من تقدم أسهم شركات التأمين. في حين شهد سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 0.23% ليقفل عند مستوى 4495 نقطة بدعم من تقدم مؤشر قطاعي المال والخدمات. أظهرت بيانات وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية أن متوسط فترات انتظار المستفيدين من الدعم السكني انخفض إلى أقل من 3 أعوام، وذلك بفضل الخيارات الجديدة التي أتيحت للمستفيدين. ويعرض برنامج سكني الذي أطلقته وزارة الإسكان العام الماضي 5 خيارات سكنية وتمويلية تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وخيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية، بالإضافة إلى خيارين جديدين هما البناء الذاتي وشراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق. يذكر أن وزارة الإسكان السعودية
أعلنت عن تسجيل أكثر من 70,000 مستفيد في خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق وخيار البناء الذاتي. حققت مجموعة مبادلة للاستثمار أرباحاً بلغت 11 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي أصول الشركة 832 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام. ودعمت أرباح الشركة الأداء القوي للاستثمارات في الأسهم العامة وأداء شركاتها العاملة في قطاع البترول والبتروكيماويات. يشار إلى أن مبادلة قامت بالاندماج مع مجلس أبوظبي للاستثمار في شهر مارس من العام الحالي. أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن اقتصاد بلاده صامد أمام اضطرابات الأسواق الناشئة، لافتا إلى أن هناك مصادر إضافية للتمويل يمكن اللجوء إليها عند الحاجة. وفي حديث مع قناة العربية قال وزير المالية المصري إن رفع أسعار الفائدة عالميا يؤثر سلبا على الاقتصاد، مضيفا أن هناك حالة قلق من الأسواق الناشئة ويتم العمل على تقليل الآثار السلبية. وذكر معيط أن الحكومة ستسعى لبيع سندات بالعملة الأجنبية قيمتها نحو 5 مليارات دولار في الأشهر المقبلة، وذلك إلى جانب مليارات الدولارات التي تعهد بها صندوق النقد الدولي وغيره من المانحين الدوليين لدعم الموازنة في مصر. بنحاول نقلل من الآثار السلبية، لأنه ارتفاع سعر فايدة بالنسبة لي معناها بند الفوائد في الموازنة يزيد، معناها أن العجز المستهدف يزيد. أنا مش عاوز كده، فكل ما تبقى عندي فرصة أن أنا أتعامل مع دي هستخدم التعامل البديل إلى أن تهدى الدنيا. ظروف استثنائية لها أجراءاتها الاستثنائية. إحنا شايفين أنه العالم كله في ظرف استثنائي. الصرف الاستثنائي ده مأثر علينا؟ أيوة مأثر علينا. طب بنتعامل معاه؟ أيوة بنتعامل معاه. لغاية دلوقتي الأمور ماشية؟ الأمور الحمد لله ماشية. فيعني إن شاء الله بإذن الله متفائلين مش متشائمين. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: مؤسس شركة علي بابا يتراجع عن خطط لتوفير مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة. تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي مع إعلان وزير المالية التركي البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط، والذي تضمن توقعات منخفضة للنمو. وسجلت الليرة 6.27 مقابل الدولار. وأظهر العرض التوضيحي الذي قدمه وزير المالية التركي براءة البيرة أهدافا معدلة لبيانات اقتصادية مثل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي وميزانية المعاملات المالية أو ميزان المعاملات الجارية. وتوقع انخفاض النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2019 بأكثر من النصف ليبلغ 2.3%، كما توقع أيضا تفاقم التضخم إلى نحو 21% بنهاية عام 2018. ومن بين التوقعات الرسمية أيضا تجاوز معدل البطالة في تركيا إلى 12% العام المقبل. مدد بنك اليابان المركزي إجراءاته النقدية التي تتسم بليونة كبيرة خلافا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمصرف المركزي الأوروبي اللذين باشرا تشديد إجراءاتهما. وذكر البنك المركزي الياباني في بيان قلقه من تنامي المخاطر التشددية، في إشارة إلى حملات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض العجز التجاري للولايات المتحدة. وبعد أشهر من الجمود قام بنك اليابان في نهاية يوليو بعمليات تصحيح في محاولة للحد من الآثار الجانبية السلبية لعملياته التي بدأها في ربيع عام 2013، ويفترض أن تستمر طالما أن هدف التضخم بنسبة 2% ما زال بعيدا عن البلاد. أفاد تقرير صحفي أن الصين تخطط لخفض متوسط التعريفات على الواردات من شركائها التجاريين الرئيسيين في الشهر المقبل. وكان رئيس المجلس الدولي الصيني صرح أن بلاده ستطبق مزيدا من خفض التعريفات على شركاء تجاريين دون توضيح مزيد من التفاصيل. وذكرت وكالة بلومبرغ أن بكين تخطط لتنفيذ تلك الخطوة في شهر أكتوبر المقبل،
يأتي ذلك فيما أكدت الصين على أنها لن تستخدم سلاح خفض قيمة اليوان الصيني في حربها التجارية أو من أجل جعل صادراتها أكثر تنافسية. قالت وكالة بلومبرغ إن شركة فولكسواجن تعتزم إنهاء جميع عملياتها تقريبا في إيران، وذلك نقلا عن مسؤول أمريكي قاد المناقشات مع شركات صناعة السيارات. وذكرت بلومبرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقنعت فولكسواجن بالامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ووفقا لتقرير بلومبرغ، قاد السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد غرينييل قاد المحادثات مع شركة صناعة السيارات الألمانية. وأشار التقرير إلى أن فولكسواجن ستستطيع إجراء بعض الأنشطة في إيران لأسباب إنسانية. والآن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي الخبر الأخير، أعلن الملياردير الصيني جاك ما مؤسس شركة علي بابا التراجع عن خطط لتوفير مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة بسبب الحرب التجارية الدائرة بين بلاده وواشنطن. وتحدث جاك ما عن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها على خططه لتوفير فرص عمل في أمريكا، وقال إنه لا توجد طريقة للوفاء بوعده. وجاء قرار مؤسس علي بابا في أعقاب تصريحات أثناء الاحتفال بيوم مستثمر علي بابا، قال فيها إن التوترات التجارية قد تستمر لعقود. يجدر بالذكر أن جاك ما قد أعلن مؤخرا التناحي عن منصبه في شركة علي بابا لكي يعود للعمل كمدرس.